وموعد التنازل ونشره، وبدء فترة الصمت الدعائي والانتخابات في الخارج والداخل، وإعلان النتائج، وكذا انتخابات الأعادة في الخارج والداخل وإعلان النتائج، سيما وأن الانتخابات ستجرى على مرحلتين. وعليه وبعد الاطلاع على أحكام الدستور وأحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014، وأحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، وأحكام القانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات، وبناء على ما قرره مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بجلسته المنعقدة بتاريخ اليوم 10/9/2020، أصدر القرار رقم 52 لسنة 2020 على النحو الآتي: الناخبون المقالة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين مدعوون لانتخاب بات مجلس النواب لشغل عدد 284 مقعدا بالنظام الفردي، وعدد 284 مقعدا بنظام القوائم المغلقة، وذلك وفق الجدول الزمني الذي سيتم نشره بالجريدة الرسمية، وسيجري تسليمكم أسطوانة مدمجة عليها كافة القرارات المنظمة للعملية الانتخابية رفقة قرار دعوة الناخبين على أن تقدم طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب لعام 2020 اعتبارا من يوم الخميس الموافق 17/9/2020 حتى يوم السبت الموافق 26/9/2020 من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 5 مساء ما عدا اليوم الأخير حتى الساعة 2 مساء. وهنا أنوه على كل من يرغب الترشح أن يبدأ إجراءات الكشف الطبي من اليوم طبقا للضوابط التي وضعتها الهيئة بالتنسيق مع وزارة الصحة، وحرصا من الهيئة على أن يستوفى كل المترشحين أوراق ترشحهم قبل انتهاء المعدد لذلك بتقديمهم وباقي المستندات بلجان المتابعة المشكلة بموجب قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات بمقر المحاكم الابتدائية في جميع المحافظات. وبالنسبة لانتخابات المصريين في الخارج التي تم التنسيق بشأنها مع وزارة الخارجية في ضوء ما يجتاح العالم من تفشي فيروس كورونا المستجد، فقد قررت الهيئة أن يتولى المصريون بالخارج تسجيل بياناتهم على الموقع الرسمي للهيئة خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 27/9/2020 إلى يوم السبت الموافق 10/10/2020، وكذلك طباعة أوراق الاقتراع يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 19/20/2020 للمرحلة الأولى، ويومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 2/3/11/2020 للمرحلة الثانية، على أن تجرى الانتخابات بالنسبة للمرحلة الأولى للمصريين بالخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة الموافقين 21/22/23/10/2020، وتجري الانتخابات بالداخل من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 9 مساء بالتوقيت المحلي يومي السبت والأحد الموافقين 24/25/10/2020.